خلينا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس طبعا الخبير التحكيمي ونعرف منه رأيه في قرارات الحكم بالأمس. يا كابتن ناصر صباح الهنا على حضرتك، وهنقول مبروك برضو أكيد. صباح الهنا. تحياتي ليك مهوان، تحياتي الكريم، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت نقول مبروك، وان شاء الله باذن الله الامل موجود والنادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع بيه. صحيح، يعني هي ربما ليست المره الاولى ولن تكون الاخيره اللي بيحصل اخطاء تحكيميه بشكل مباشر وبشكل واضح جدا مع النادي الاهلي يعني، فعادي. لكن خليني برضو اروح مع حضرتك شويه نتكلم، لان انا ذكرت كم نقطه من الاخطاء امبارح اللي كنا كلنا بنشاهدها عندنا علامات استفهام، يعني منها ابسط شيء الكارت الاصفر اللي كان المفروض يكون كارت احمر. خلينا نعرف من حضرتك اكتر. اكيد حضرتك كنت قلتي كلام جميل قوي في كلامك، كنت قلتي الشخصيه التحكيميه مش موجوده، تردد الحكم في بعض القرارات، عدم توفير بيئه امنه للعيب الاهلي. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان العداله التحكيميه غابت في لقاء الاهلي والوداد. انا بتكلم بامانه، لان النهارده لو اتحققت العداله التحكيميه في هذه المباراه كان على الاقل زي ما حضرتك قلتي واستاذ كريم قال ان النادي الاهلي كان فاز على الاقل باربع اهداف، وانا بتكلم كلام طبقا للحالات اللي موجوده التحكيميه، ولكن وليس كلام. يعني لما نيجي نقول النهارده يعني علامات استفهام كبيره هي 78، كان يجب طرد لاعب الوداد يحيى عطيه الله في حاله بيرسيتاو. وانا اقول اللعبه دي مهمه جدا جدا، وانت قلتي وكل الناس قالوا فيها، بنتكلم في لاعب رايح انفراد وده كان اخر لاعب يحيى عطيه الله هو مدافع اللي لعب الكره دي. سؤال، لو الكره ديت او المخالفه ديت لم ترتكب او اللاعب ده ما لعبهاش بايده، الكره كانت هتروح لمين؟ ده السؤال. كانت رايحه لبيرسي ده وانفراد. انفراد صريح. الحاجه الثانيه، لو احنا فتحنا الكادر هنلاقي في لاعب نادي الاهلي كمان يميل بيرسي تاو تقريبا حمدي فتحي او كهربا ناحيه الشمال متقدم عن بيرسي تاو، عشان البعض لو قال ان بيرسي تاو لما يستلم ويروح كان ممكن يعمل باص للي جاي سليم ويبعد 5 متر عن بيرسي تاو، كان ممكن ايضا كان ممكن يسجل هدف. هنا السؤال، هنا الفرصه المحققه كانت معاييرها موجوده يعني هوان، اللي هم الاربع حاجات اللي هي بنتكلم في الاتجاه العام للكره اللي هي راحت ملعب الوداد. لو بنتكلم على تمركز المدافعين، ده كان اخر مدافع يعني ما كانش فيه مدافع وراه يغطيه في اللعبه ديت. بنتكلم على السيطره لبيرسي تاو، كان هياخد الكره ويروح مواجه كان عنده فرصه ان هو يسجل هدف. نتكلم على المعايير كلها موجوده، ولكن للاسف الفار امبارح ما كانش موجود. ما كانش مساعد ابدا بصراحه فعلا. الغريب ان الفار تدخل في لعبه القرار الخاطئ اللي خده الحكم. ولا طبعا. استغرب الحاله الوحيده اللي دخل فيها. غريبه الفار. غريبه جدا يا كابتن ناصر بصراحه. فين الفار في لعبه حسين الشحات؟ ركله الجزاء في الدقيقه 7. طبعا. طبعا. المخالفه موجوده والدفع موجود وكل اركان المخالفه موجود. طبعا. الا قرار الحكم وقرار الفار دي لم تتحسب. هنا ركله جزاء صحيحه لم تحتسب، وانا بتكلم يعني تحكيم وليس على نتيجه المباراه. دي نمره واحد، اول حاجه في المباراه كان في دقيقه 7. ركله جزاء صحيحه لم تحتسب والفار ما كانش موجود، وانا بستغرب هيثم اراد التونسي ومصطفى غربان. يا جماعه يا هيثم اراد، انت لعبت فار في ماتش صن داونز والوداد. واستدعيت الحكم الغاني دانيال لاريا عشان يطرد وطرد بالفعل لاعبين من صن داونز. يعني هواند المباراه اللي هي كانت الوداد في مباراه الذهاب، هيثم اراد كان على الفار، استدعى الحكم دانيال لاريا طرد لاعبين من صن داونز في هذه المباراه. طب يا كابتن هيثم وانت كنت على الفار، فين قرارك باستدعاء الحكم في دعم حسين الشحات؟ دي نمره واحد اللي كانت في الدقيقه 7. تعالى اقول لك على حاجه مهمه جدا في الدقيقه 78، طرد مستحق للاعب الوداد في حاله بيرسي تاو. هنا الحكم ادى انذار والفار ايضا على مدى استفهام كبيره لم يتدخل في الحاله دي. احنا بنتكلم في 78، يعني لو الطرد دوت اللي هو الحكم ما اشهرش البطاقه الحمراء، لو كانت العداله موجوده نتكلم 2-0 في طرد لاعب، النتيجه اكيد كانت هتبقى اكبر من كده. نتكلم في لعبه حسين الشحات ركله جزاء لم تحتسب، كانت النتيجه هتبقى اكبر من كده. اكيد اكيد. تحكيم امبارح للاسف الشديد، حكم ضعيف الشخصيه، متردد جدا، زي ما انت قلت المباراه اكبر من حجم الحكم. وهنا بستغرب، يعني هذه المباراه الكبيره هي بطوله، بطوله كبيره، كان يجب ان يتم تعيين حكم ليه خبره، ليه شخصيه تحكيميه، ملوش علاقه باي شيء غير تحقيق العداله التحكيميه.
ولكن للاسف دوت ما شفناهوش امبارح. طيب هل القلق ده او التوقعات دي كانت موجوده قبل يعني المباراه؟ هل حضرتك لما سمعت اسماء الطاقم التحكيمي كان عندك هذه التخوفات انه ربما هيكون هناك اصلا متوقع اخطاء تحكيميه فعلا؟ سؤال مهم جدا يا هوان وهجاوبك عليه بامانه. نرجع كده بمباراه الاياب لنفس الحكم والحكلامك بامانه. مباراه الاياب في ماتش في مباراه الرجاء الدقيقة 16 ركلة جزاء لمحمود كهربا صحيحة 100%، وبقول لك اهوت على مسؤوليتي لو عندك الصورة هتلاقيها. هذا الحكم اللي هو كان بيدير لقاء الأهلي والرجاء كان هناك في الرجاء، ركلة جزاء في الدقيقة 16 لم تحتسب، والغريب جدا جدا إن أيضا الفار لم يتدخل في هذه الحالة اللي هي ركلة جزاء الشد الواضح اللي هو ما فيش فيه فصال، والحكم ما حسبش. هذه الحالة كانت علامات استفهام، الفار ما رجعهاش، ما خدتش يمكن تقريبا 5 6 ثواني والحكم استأنف بعدها اللعب. طب النوع ده من الاخطاء يا كابتن ناصر، هل في اي طالما في استدامه وطالما الموضوع متكرر وبشكل فج، هل ده ممكن يكون في اي اشاره باي شكل من الاشكال لسوء نيه لتربص؟ شوف كابتن كريم، خلينا ايه عشان بس ما حدش ياخد علينا ويقول الكلام ده، ولكن انا قدامي اخطاء تحكيميه اثرت بشكل كبير في نتيجه المباراه وفي بطوله كامله. طبعا انا النهارده الكلام ده الاتحاد الافريقي المفروض يحاسب الحكم ويحاسب طاقم الفار على ليه عدم التدخل، على ليه عدم تحقيق العداله. عندنا حاله طرد مباشر دي 78، الحكم ادى انذار وده قرار خاطئ طبقا للفرصه المحققه اللي موجوده في القانون، مش انا اللي بقول طبعا، ده القانون هو بيقول طبعا، السؤال والمنطق العام للامور بيقول كده صحيح. كمان طبعا بالظبط بالظبط. انا بقول الوداد كان بيكون في الدقيقه 86، انا بقول بس حاله لما فرقه بتلعب 10 من الدقيقه 78 النادي الاهلي كسبان 2-0. السؤال واي حد هتساله طبيعي هيقول لك ان الاهلي ممكن كمان يجيب جون ثالث ورابع، لو اتحسبت لعبه حسين الشحات الصحيحه 100% كانت النتيجه بقت اكثر من كده، ولكن ما حدث بالامس انا بقول مش عاوز اقول كلمه قاسيه شويه، يعني افسدت القرارات التحكيميه المباراه، ظلمت النادي الاهلي فيه كتير من الاخطاء، لم تحقق العداله التحكيميه بالامس، ودي مشكله ورب يستر على المباراه اللي جايه. صحيح. يا كريم صحيح هيبان، بس احنا برضو هنرجع نقول تاني ليست المره الاولى ولن تكون المره الاخيره اللي هيكون فيها للاسف النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء تحكيميه فجاه بهذا الشكل. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اتفضل. انا هسال حضرتك بس، انا اخر حاجه بس هقولها فضل. وانا هقول حاجه مهمه جدا، الحكم الاثيوبي بامنا، انا بس رساله ليه الحكم، لان هو هيلعب النهائي، دي المباراه هتبقى مباراه صعبه اصعب من المباراه دي نهوان زي كريم طبعا، نتيجه الضغوط وانت عارف الضغوط هناك والجماهير بتاعتك طبعا طبعا. انت حكم يعني مفترض انك انت خلاص في نهايه مسيرتك التحكيميه، انا بس رساله ليه بقول رساله مهمه يعني اتفضل للحكم مملك، حافظ على تاريخك التحكيمي واخرج من باب الكبير، واخرج من باب الكبير، الاهلي يريد العداله وتوفير مناخ امن للاعبين. صحيح صحيح، هو ده الاكيد اكيد مفروض ان اي نادي يكون بيطلب العداله التحكيميه، فاحنا مش عايزين اكتر من كده، نتمنى ان هي تكون موجوده ان شاء الله كمان في ماتش الاياب وتكون موجوده وتطبق في العموم على كل الانديه، احنا مش بنتكلم بس على النادي الاهلي. يعني كابتن ناصر عباس نشكرك جدا على هذه المداخله. النقطه يا كريم بس قبل ما نروح لخبر تاني، ان لما بيبقى في اخطاء تحكيميه بهذا الشكل في اي مباراه، لما يطلع مش بس جماهير هذا النادي بيتكلموا عنها، لا جماهير انديه اخرى وانديه منافسه، بالمناسبه حضراتكم لو تابعتوا امبارح اللي اتكتب واللي اتقال في منابر اعلاميه مختلفه، هتلاقوا الناس كتيره جدا بتحلل هذه الاخطاء التحكيميه بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مش احنا بس كجماهير او كاعلام اهلاوي طالعين نتكلم ان ده غلط وده ما يصحش وفعلا في كانت شخصيه متردده والفار لم يساعد الحكم و و الى اخره، لا هتلاقي ان كل الناس بتتحدث بهذا الشكل، فهنا بياكد لك ان في مشكله، في مشكله. وتاني هرجع اقول مش المشكله المره الاولى تحصل مثلا اتفاجئنا، لا ده حصل قبل كده كتير جدا، لكن نتمنى ان مثل هذه الاخطاء لا تكرر، لان ده مش بس حاجه بتزعل وخلاص، دي حاجه ممكن تضيع منك بطوله، فحرام حرام للعيبه للجهاز الفني للجماهير اللي بالملايين الموجوده، حرام يروح يعني مجهود فريق بهذا الشكل وتاريخ بهذا الشكل لاخطاء تحكيميه لا نعلم بقى زي ما انت بتقول سواء متعمده او غيره، لا نعلم، خلينا ما نقولش انها متعمده لكن لا نعلم سببها. بس خلينا نقول ان في جمله ذهبيه قال
قالها كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي في مجمل كلامه، والجملة دي أراهنك على عمري إن أنت سمعتيها عشرات المرات في آخر كام سنة في مواضع مختلفة وفي مواقف مختلفة، سواء فيما يتعلق بأخطاء تحكيمية ضيعت عليكي بطولات، اللي هي جملة إيه عشان ما أطولش عليكي، اللي هو جملة الأهلي لا يريد سوى العدالة. طب إحنا ليه بنتحط في الوضع ده كتير؟ ليه واحنا ما بنعملش غير اللي علينا، بنلعب بالمسؤوليه الملقاه على عاتق اي بني ادم لابس تيشيرت النادي الاهلي وماشيه زي القطر في طريقك، ما حدش عارف يحصلك ماشي، يكسرك ليه؟ فاهم قصدي؟ ليه؟ في حاجات تجن والله. الاهلي لا يريد سوى العداله اتكررت كتير بتنوعات مختلفه بمفردات مختلفه في مواقف مختلفه، احنا مش عايزين اكتر من ان يكون بلاش العدل حاضر، المنطق يكون حاضر. ما هي يا كريم قضية برضو في حاجة، القضية في قصة إن الأخطاء التحكيمية عالميا تجوز ولكن بنسبة معينة لا تتعدى 10% ده وفقا للمعلومات طبعًا اللي احنا نعلمها يعني، ولكن الفارق ما بين هنا وما بين مثلا أوروبا أو غيره إن هناك بيكون محاسبة، يعني لما بتبقى في أخطاء تحكيمية بهذا الشكل وبتبقى يعني بالعين المجردة حتى بتتشاف ما فيهاش خلاف، يعني ما فيهاش خلاف طبعًا. فدي بيبقى فيها محاسبة، وفي نفس الوقت المحاسبة دي بيكون فيها جزاء، وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني الحكم ده نفسه سمعته بتهتز، الثقة عنده بتهتز طبعًا. فما فيش ممكن ان هو يقررها مرة تانية، لكن لو انت ما فيش محاسبة ما فيش اي اجراءات طبعًا. ما فيش جزاءات ما فيش ردع، عادي خلاص هتحصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ومش مع النادي الاهلي بس بالمناسبه، احنا بنتكلم في العموم، احنا نرفض الاخطاء التحكيميه لينا وعلينا بالمناسبه، لا عايزين حد يجاملنا ولا عايزين حد يجامل حد على حسابنا، احنا عايزين عداله تحكيميه فقط. ف